ما يحدث حالة من حالات خطف الدين، لان انا انت تتكلم في الدين وانا اتكلم في اي حد يتكلم في الدين، هو ده مش دي مش مصادره. الدين للعلماء ده كلام، لا مش هي دين العلماء دي. يعني ايه دين العلماء؟ فين دين العلماء؟ يعني ازاي الفتوى ممكن للعلماء؟ شوف، ما فيش كهنوت في الدين على الاطلاق، والدين بتاعي انا زي ما هو بتاع شيخ الازهر، زي ما هو بتاع وزير الاوقاف، زي ما هو بتاع رجال الدين السلفيين. الدين ليس طب، الدين بحث ودراسه. دلوقتي كله بقى اتقري وكله بقى يتفهم، وبقينا مش كده وبس، بقينا في وسائل التواصل الاجتماعي بقينا قرية واحدة، عائلة واحدة، فأصبح العلم متاح للجميع. هي المشكلة ان احنا تصورنا ان الشيوخ هم اللي على كاهلهم يقع قضية التجديد. يا سيد الفاضل، تجديد الخطاب الديني او تجديد الفكر الديني هي مسؤولية كل انسان يهتم بالدين. مشكلة الخطاب